كما قلت هذا مناسبة الاحتفال بواحد الحدث اللي هو مهم، هو الوصول ل 100 مليون راكب. اليوم الحمد لله الخط الأول يعني تيبان بأنه نجحنا في الوصول للأهداف اللي احنا رسمناها، ولو أنه اليوم مدينة الدار البيضاء راح كتمول هذا الخط هذا وكتساهم بتقريبا 40% من التعريفة ديال هذا الخط الأول. احنا اليوم تنقلبوا على ان شاء الله مداخل اخرى اللي كيمكن توصلنا للتوازنات الماليه بلا ما نضطروا انه المواطن تكون عنده واحد الزياده في التعريفه اللي هي زياده مهمه.